يقول: إن أحدنا يحب والديه غاية الحب ويذل لهم غاية الذل، بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهل يقال إن هذه الذل اللي هو ضد الكبر، ما تتكبر عليهما، ذل لهم ولا تتكبر، ما هو الذل اللي هو ذل العبادة، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.